Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La langue française pour apprendre la langue française étape par étape. Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatikoum ta'limiya ta'allumiya La langue française. Shukran ala kul ta'liq, shukran ala ishtirakkoum, marhaba biman indama fi qanati w kentmenna anna hadha alqanat tkbar w tstafdou t'um l'istifada ala aljami'. Min fadlikoum idha a'jabakoum alvideo idghatou ala like w partagez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire. اليوم غنشوفوا واحد النقطه مهمه في الجرامير. كنا وفي بدايه تعلمنا لهاد اللغه كنتلفوا منهم انا كنتلفوا ان انا نعرفوا واش هاد لو موم فيمينا ولا هاد لو موم ماسكولا، واش هاد لو موم مذكر باللغه العربيه او مؤنث. ما كنعرفوش واش نديروا لي هذيك لو ولا لا ولا ان ولا اون. دونك aujourd'hui, notre leçon فيمينا او ماسكولان. ان شاء الله غادي نحاولوا نعالجوا في هذا الدرس كسوسوا اننا نعرفوا نفرقوا بين لو مو واش فيمينا ولا ماسكولان. غنعطيكم دي زاستيس وغنعالجوا ان شاء الله هاد المشاكل كاملين. اليزي سي بارتي. En français, c'est pas très facile de savoir si par exemple un mot masculin ou féminin. في الفرنسية راه صعيب علينا اننا نعرفوا واش هاد الكلمة مذكر او مؤنث. ولكن باش نعرفوا هادشي غنبداو من اول الحاجات اللي كيتلفونا. ديما كنعتقدوا بلي ان اي ما كتسالي بلا لتر او اي كلمه كتسالي لينا بلا لتر او كنقولوا هذيك راه فيمينا. غنجربوا نشوفوا واش كتخدم لينا هذه القضيه في جميع الكلمات. هي كتخدم لينا في بعض الكلمات، لكن عندنا ان غارسون. ان غارسون هذيك ان اللي كتكون في الاول كدل على المذكر هي وله. دونك ان كنقولوا على ود مذكر ماسكولا، ان غارسون وهي ولد مذكر. اون في بنت هذيك اون راه ديال المؤنث. لا لاحظتوا هنايا ملي كتزادنا اه راه اوتوماتيكمون راه لو مو فيمينا. دونك نحاولوا نجربوها مع مو ا. ان امي صديق، ان امي مذكر، صديقه اون امي زادت لها اه. لا لاحظنا هنايا افيكتيفمون هذا الشيء كيخدم لينا اه لا زدناها في الاخر راس سا مارش بيان سا فونكسيون بالنسبه للاف الاخر. اذا راه لو مو راه مؤنث. نشوفوا هادشي واش كينطبق على جميع الكلمات. باغ اكزومبل كنوقعوا في احتيار، وهذا اللي كنا كنوقعوا فيه في البدايه ديال التعلم ديالنا اللغه الفرنسيه، وما لا شك بعض المبتدئين انهم كيوقعوا فيه. مثلا اون ميزون، اون ميزون هادي مؤنث. شنو اللي كيدل على مؤنث؟ هادي كلب الاخضر اون. ولكن هنا شنو كنلاحظوا راه ما كتساليش ب او. اون ميزون ما كايناش او في الاخر، ومع ذلك الكلمه راه مؤنث راه فيمينا. اون ميزون راه فيمينا. ناخذوا كلمه اخرى، عندنا ان اغبغ. شوفوا معايا هنا هذيك ان اللي بالاحمر راه كدل على مذكر ان اغبغ. ما كنقولوش اون اغبغ، كنقولوا ان اغبغ، ولكن كتسالي ب او وماشي فيمينا. كيفاش؟ هذا هو المشكل اللي كنوقعوا فيه. ماشي جميع الكلمات اللي كيساليو ب او راه فيمينا. دونك هاد لا ريغل سا نو مارش سا مارش با، ما كتخدمش. هنا لاحظنا ان اون ميزا واخا ما كايناش او راه مؤنث، ولاحظنا ان ان اغبغ كاينه او ومع ذلك راه ماسكولا. دونك غنشوفوا حنايا بيان كيلكو تروك بالنسبه بوغ لي زادجيكتيف، بالنسبه للصفات والنعوت ملي كنعتو واحد الشخص. باغ اكزومبل لا في ايبيل، هذه البنت جميله. باغ اكزومبل اونغلي، عندنا اونغلي كنوصفو شي واحد انه انجليزي. انجليزيه ما كنقولوش، ما كنزيدوش غير او، كتزاد هذيك اس او كتقرا اونغليز، حيت اس لحدها او ولحدها اي راه كنسمعوا لو صون ز. دونك اونغلي هنا وتزادتها اس او
سا برونونس انجليز. دونك هنا في الفيمينا في المؤنث راه ما زدناش غير اه سي كلير. نفس الشيء بالنسبه لبو جميل، شي حاجه جميل كنقولوا جميل المذكر، مندارون جميل باغ اكزومبل. بالنسبه للمؤنث راه ماشي غير زدنا او، راه تزادت دو زال وتحيدت هذيك ا اي ودو زال او، دونك ولات بيل بيل سي كلير. مانتونو ناخذ ايطاليان باغ اكزومبل، ايطاليان لما اللي درناها في المؤنث راه ولات ايطاليان زادت ان او. دونك راه بالنسبه ما كايناش واحد القاعده ثابته اننا كنزيد او راه هذاك لو مورا فيمينا، ولكن غنعطيكم باغ لا سويت دي كيلكو زاستيس اللي غادي يجيكم ساهلين هما باش تعلمت انني نفرق. وحاجه اخرى انكم تصنتوا بزاف اللغه الفرنسيه، تصنتوا القصص، تقراو لا ليكتور لا ليكتور ديال لي تيكست لي فراز، واللي كيخليكم كتعرفوا ديما راه اوتوماتيكمون راه هذاك لو مو واش فيمينا او بيان ماس. دونك il y a un truc واش كاين واحد الحل لهادشي كامل، واش كاين حل اننا نعرفوا بان هاد لو مو فيمينا وهاد لو مو ماسكولا، واش كاينه واحد القاعده عامه. هادشي اللي غنشوفوه وان شاء الله هادشي اللي غادي يعجبكم وغتستافدوا منه كثيرا كيف ما استفدت منه انا سابقا. دونك il y a un truc oui il y a un truc il y a des règles générales قاعده قواعد عامه قواعد عامه ريغل جينيرال كيخدموا بهم حتى لي فرونسيز، كيخدموا بهم حتى الفرنسيين، هما اللي كيخدموا بهم تقريبا، ولكن هادوك حيت اللغه ديالهم الام لا ليكتور لا برونونسياسيون بزاف ولا انك تبقى تصمت لي زيستوار القصص سميتو تقرا النصوص، هذاك هو اللي كيخلي ان ديفلوب عندك اللغه الفرنسيه. سوي سيغ سيغتان القواعد ايه مزيان، ولكن لا ليكتور هي مزيانه مفيده جدا. دونك il y a des astuces اللي غادي نخبركم بهم دابا. لي نو فيمينا باش تعرفوا ان هاد الكلمات هما يا واش مفرد ولا مؤنث، واش مذكر ولا مؤنث، نبداو بالكلمات المؤنثة اللي مؤنث لي نو فيمينا. كاع الكلمات اللي كيساليو كي سو تيرمين، صنتوا ليا الكلمات اللي كيساليو بهاد هاد لي سون وهادو اللي غادي نعطيكم هما اوتوماتيكمون راه فيمينا، غير حاولوا غير تحفظوهم. اولا اي كلمه كتسالي بلو سون يون يون، وانا غنعطيكم باغ لا سويت دي زيكزامبل اللي كيساليو بيون هادوك راه فيمينا، بي او اكسون او فيمينا، ايك فيمينا باغ اكزومبل، بانيك فيمينا، واغ تاهي اللي كتسالي بواغ راه فيمينا، اللي كتسالي بي فيمينا كوم اون في بحال اللي شفنا قبل في راك تسالي بي لو سون اي هذاك اي دو زال او راه اي، اللي كتسالي بالتي كوم لا ليبرتي تي، اللي كتسالي بي او، اللي كتسالي بوا لو سون وا، اللي كتسالي بأد بحال اون بروموناد، اوغ كلوتور اون كلوتور، ات بوسيت باغ اكزومبل، وا افيك او، اس باريس اون باريس باغ اكزومبل. كاع اللي كيساليو بهاد لي سون حاولوا تشدوا ورقه وتقيدوهم وكتبوا عليهم لي نون فيمينا، وبيان توقفوا لا فيديو وتعرفوا ان هذاك اللي كيسالي بهاد لي سون هاد لي سون اللي كنعطيكم في هاد البطاقات راهو ما هي كلمات ديال المؤنث. دونك يون اي ايك واغ اي تي اي وا اد اوغ ات وا اس. دونك سي كلير، نتمنى تكون هذه راه النقطة الأولى اللي غتوضح لكم. غناخذ دي زيكزامبل باش كلشي يبان لينا، ناخذ دي زيكزامبل من هاد لي سون ماشي كلهم،
باش ما يجيش الفيديو طويل كتير. صافي ناخذوا لو سون يو يو ناخذوا واحد الكلمه في المؤنث يو لا تيليفزيون لا تيليفزيون مؤنث لا تيليفزيون كتسالي لنا بيون هذاك اللي بالليموني دونك نورمالمون راه اس راه ملي كتكون حداها اي ولا او راه كتنطق ز نبقى نفكركم بها حيت كنحاول مثلا ندير لكم دروس ديال الغرامير ومع ذلك ما ننساش انني نفكركم بهذوك لي سون باش صافي يتبتوا عندكم في الذهن ديالكم دونك لا تيليفزيون هذه كتسالي بيون دونك هذه راه فيمينا اور اللي كيساليو باور باغ اكزومبل لا ناتور لا ناتور تري بيان وا اللي كيساليو بوا لا جوا لا جوا تري بيان دونك يو لا تيليفزيون وكاينين بزاف غير انا عطيتكم غير مثال لكل واحد اور لا ناتور وا لا جوا la poussette i la famille ديما نردو بالكم لحد القضيه الان الان ولا لا هادو راه لي ديتيرمينون ديال اي اسم مؤنث ديال اي اسم مؤنث اي اسم فيمينا راه هذاك راه ديتيرمينو ديالو بحال الاداه بحال ال التعريف ديالو مفهوم ونحاولوا في اللغه الفرنسيه نستعملوهم نتعودوا اننا نستعملوهم ما يمكنش نقولوا بوسيت وصافي حيت حنا ما كنعرفوش حيت كاين بزاف اللي عندو هاد البروبليم ما كيعرفش يفرق بين ماسكولا وفيمينا كيفضل انه بلا ما يدير لا وبلا ما يدير له حيت ما عارفش ما متاكدش واش هذاك لو مو فيمينا ولا لو مو ماسكولا دونك هنا نتمنى تكون في هذا الفيديو نوضح لكم القليل دونك لا بوسيت لا بوسيت لا فامي اس لا جونتييس لا جونتييس تري بيان تي لا بوتي لا بوتي تري بيان كنتمنى تكونوا هاد يكونوا هاد الامثله شويه وضحوا لكم لي شوز باغ اكزومبل عندنا لي نو ماسكولا لي نو ماسكولا دابا غندوزو لي نو ماسكولا حاجه اخرى باش نعرفوا لي نو ماسكولا حتى هما عندهم هذاك الشيء كي سيتيرمين باغ هادي راه هذاك راه كلمه في المذكر ولكن غير نبداو بواحد الحوايج اللي معروفين هذوك راه نقطه على السطر انها امراه مذكر هذوك الكلمات راه مذكر باغ اكزومبل لي جوغ الايام لاندي لو لاندي لو ماردي كنقولوا ماردي لاندي او بيان لاندي ماردي ميركودي جودي فونتردي سامودي ديمونش هذوك راه التعريف ديالهم راه ماشي لا ولا واحد لا واحد لو لو كلهم مفردين كنقولوا لو لاندي لو ماردي ايتترا ما باغ اكزومبل لي موا الشهور جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر هادوك ان شاء الله غندير لكم دي فيديو عليهم بالنسبه للمبتدئين هادوك راه حتى هما اداه التعريف ديالهم راه هما مذكر مذكر كنقولوا لو جانفي لو فيفري كنقولوش لا جانفي لا فيفري سي كلير هادو يكونوا عندكم على باس هادو بلا ما كيتختلفش عليهم زوج وبالنسبه لي سيزون لي سيزون الفصول اربع باغ اكزومبل لو برينتون ليتي ليفير لوطون الفصول اربع حتى هما راه الاداه التعريف ديالهم مذكر وبالنسبه لي لونغ كيف ما بانت لكم في الاول بقات في الاول دونك لي لونغ اللغات لو فرونسي لو شينوا لونغلي اكسيتيرا هادو كلهم مذكر ودابا غندوزو لي زاستيس اللي كيف درنا مع لي لي نون فيمينا غنديرو مع لي نون ماسكولا اللي كيساليو بي لو سونغي هو راه هذاك راه كي سو تيرمين باغ اي اي او ار راه مذكر ديك الكلمه واللي كيسالي بي مو ام او ان تي مذكر كذلك ماسكولا
واللي كيسالي بأج أوسي ماسكولا، إيزم ماسكولا، أوغ ماسكولا. هاد أوغ عقلوا عليها، كاينين فيها دي كا إكسيبسيونيل غنشرحهم ليكم إن شاء الله. ناخدو مثال على يي، يي كوم لو كالندريي، ما كنقولوش لا كالندريي، لو كالندريي باش عرفناها مذكر بهذيك يي. نشوفو إيزم لو ميكانيزم، ما نقولوش لا ميكانيزم، لو ميكانيزم كلمة مذكر حيت كتسالي بإيزم. آج لو بوتاج كتسالي بآج. مو لو غوفرنمون او بيان ليفينمون كتسالي، كاع اللي كيساليو بمو راه هذاك مذكر، ما كنقولوش لا غوفرنمون، لو غوفرنمون. اوغ لو تراكتور، بالنسبه لهاد اوغ غتردوا البال ليها مزيان، ملي كتكون الكلمه كتعني واحد الاوبجي ولا شخص، ولا شخص هذيك راه مذكر. اوغ كتعني لينا لو تراكتور، لو تراكتور راه ان اوبجي، شيء، آلة، إذا هذيك راه مذكر. لو تراكتور كتسالي بأوغ. إمتى غادي نقول لكم واخا كتسالي بأوغ وعندها لا؟ مؤن الحالات لي كا اكسيبسيونيل. لي كا اكسيبسيونيل شنو هما؟ غنقول لكم واحد الحاجة، أي كلمة ما كتعنيش لينا شخص، ما كتعنيش لينا شيء، ان اوبجي او بيان اون بيرسون، هذيك الكلمه راه مؤنث واخا عندها اوغ في الاخر. غير كاينين هاد لي زاستيس، كاينه غير هاد القضيه ديال اوغ، ما تبقى راه سي كلير. دونك مثلا اوغ قلنا قبيله كتسالي باوغ وكنقولوا لو تراكتور ماسكولا، هنا اوغ كنقولوا لا بور. لا بور شنو هو لا بور؟ لا بور هو الخوف. الخوف راه واحد الفيلين، واحد سونتيمون كنحسو بيه، ماشي شيء وماشي شخص. دونك لا بور هو واحد سونتيمون، دونك لا بور مذكر واخا كتسالي بأوغ. لا شالور، لا شالور الحراره كنحسو بها مثلا، اذا هادو ماشي اشخاص، علاش مذكر؟ اذا عقلوا على هاد الكا اكسيبسيونيل ديال اوغ بالنسبه لامتى كتكون مذكر وامتى كتكون مؤنث. كتكون مذكر ملي كيكون عندنا الكلمه كتعني اوبجي ولا بيرسون، شيء ولا اله ولا انسان ولا شخص ولا انيمال. وكتكون كتعني مؤنث فيمينه ملي كتكون كتعبر على واحد سونتيمون ولا شي حاجه كنحسو بها. سي كلير؟ غنعطيكم واحد الريزومي، هادي كاريزيمي تقدروا توقفوا الفيديو تصوروها ولا تكابتشوها بالتليفون ديالكم وتبقى عندكم. لي نوم فيمينا هما اللي كيساليو بهاد لي سون، هاد لي سون اللي في الاخر، ولي نوم ماسكولا هما اللي كيساليو بهاد لي بالشيبي بالبلوسيال. سي كلير؟ دونك فيمينا هما اللي على اليسار، ماسكولا اللي على اليمين. وهذه هي لاستيس اللي واعره واللي هي اللي خلاتني انني نفرق بين الفيمينا وبين لو مو فيمينا ولو مو ماسكولا. ونتمنى ان يكون هذا الفيديو نال اعجابكم وكان عند حسن ظنكم. وهذه راه قضيه راه بزاف انا خلاني انني ندير هذا الفيديو، خدمت عليه بتاني باش انه يكون واضح وكليغ بالنسبه لكم. ولا عجبكم الفيديو كنا نتمنى انكم ديروا لايك باش ان هذا الفيديو راه وصل للجميع واستفدت اخرى. على اهتمامكم، على متابعتكم لقناتي، شكرا جزيلا، ميرسي بور فوتغ اتونسيون اي ا بيانتو. ان شاء الله نجيكم بدرس جديد ومفيد ان شاء الله. مره ندير لكم غرامير، مره ندير لكم لا ليكتور.